يا ليت شعري من يواسي خافقا خدرته لو ينفع التخدير. يا ليت شعري من يواسي خافقا خدرته لو ينفع التخدير. إن السنين الذاهبات خدعننا. اليوم نحن كفرقة أوتار نرقال شاركنا برصيف الكتب اللي قام في مدينة الموصل. طبعا هذا الرصيف يزيد ثقافة ويزيد الوعي عند الشباب وعند اللي يقرون كتب، وهذا فد شيء يعني كلش حلو مدينة الموصل. ونتمنى انه هذا الرصيف يعني يصير كشيء معتاد في مدينة الموصل، انه كل اسبوع او على الاقل يعني حتى لو كل شهر انه يصير هكذا ثقافة زيادة، ثقافة زيادة وعي للشباب الموصلي. نشكر قناة الموصلية على حضورها بهذه المبادرة اللي تعتبر أول مبادرة بعد تحرير الموصل من داعش. اسم المبادرة رصيف الكتب، وتم بها أيضا توزيع الكتب مجانا كمبادرة، يعني تدفع الشباب أكثر لقراءة الكتب أكثر. بداية الأمر أنه مثل ما تشوف كتب أو رصيف مثل ما نسميه، رصيف الكتب الأول بالموصل، أول مرة نشوف هالشكل مبادرة. مبادرة طبعا كلش حلوة، ومن بعد تحرير الموصل من بعد داعش يعني طبعا احنا تعرف احنا نحتاج هكذا مبادرات، نحتاج هكذا ارصفه انه تمتلئ بالكتب، لان ما تعرف من راح شارع نجفي ما عدنا هكذا كتب او هكذا ارصفه، نحتاج بعد اكثر، نحتاج قراءه اكثر. ارادوا لها ان تعود الى عصور الظلام والجهل والتخلف، ولكنها ابت الا ان تكون مصدرا للنور والاشعاع والإشعاع والثقافة. عن الموصل أحدثكم، إنها الموصل التي عادت وبقوة إلى الحياة. إنها الموصل أيها السادة، لن تموت، لن تموت، ستعود مدينة للعلم والثقافة والأدب والحب والجمال. شكرا لكل من كانت له بصمة في إنجاح هذا المشروع، وإن شاء الله الأسابيع القادمة سيكبر المشروع بتعاون الخيرين من أبناء هذه المدينة. إن التي عبق الممر بعطرها رحلت، فقلبك بعدها مكسور رحلت. اليوم انطلق رصيف الكتب، انطلق الرصيف من معاناة شارع النجفي، المكتبة المركزية، دمار الجامعة، بعد الأحداث القارئ الشتت، الكتاب الشتت، فحبينا نجمع القراء، نجمع المكتبات بمكان واحد. الشارع النجفي حاليا مستحيل ان واحد يعبر، تعرفون حجم الدمار والخراب، فكرنا عن مكان يكون ام للكتاب للطالب للمثقف، فما لقينا انسب من الجامعه، فحبينا نعمله على الرصيف. لا اردنا ندخل داخل الجامعه ولا قاعات سوق بسيط، لان القارئ بسيط، يعني القارئ بالعراق مهمش فقير، فحبينا نختار ابسط مكان اللي هو الرصيف وان شاء الله ينجح. بس عندنا مناشدات، يعني تشوفون الرصيف تراب وسخ، نحتاج دعم البلدية، نحتاج دعم أي شخص يكون ما يتبنى الفكرة. هاي أول مبادرة وما راح يكون بس اليوم، هو مو بس الجمعة، هاي جمعة، هو كل جمعة يعني غرار المتنبي.